السلام عليكم، شو بيدي زاد كي العادة معكم. مرحبا بالجماعة اللي معنا هنايا يا مرحبا. والناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، وكما يقول لك نشكرهم مي رامي كومونتونا، الناس اللي يعيطونا يعطونا معلومات هما مشكورين، رانا نزيدوهم في الاخرين تاعنا. وكيما هكا بارطاجو كومونتو، اللي عنده كما يقول لك خبر، عنده آراء يعطيهم لنا. ماذا بينا الناس، احنا ماذا بينا نتشاور، هذه رانا إذاعة تاع الشعب، ماذا بينا نتشاور ونخرجوا بنتيجة مليحة إن شاء الله بربي. ونتبعوا الراجل، تبعوش احنا واحد رخيص، هذه هي. واليوم جينا نتكلموا على واحد النقطة شفتها اليوم في الجزيرة سبور، هشام الخلصي شنه تكلم، قالوا له وين ستعرف رئيس الاتحاديه اللي مشهورين في العالم شكون. قال لهم سي نورمال، انا تونسي نقول باللي نعرف ود بلادي. وقال لهم الانسان اللي مشهور الحاج محمد راوه. قال لهم شت القنوات تاع الجزائر راهم اضحوك للعرب، راهم اضحوك للعرب، الناس يترشق بكم، العرب هم يترشقوا بكم، خاصة القناة العاهرة تاع النهار، قناة لما يديروها تاع في قلب الكان، راكم اضحوك امام العرب. جايبين واحد ذاك وحيد نعرفوه كان في الخبر يكتب السياسي، مقران كان انسان سياسي هو بروحو، راك شف روحو. قال لهم انا خاطيني صبور، انا في مجال تاع السياسة. قال لهم بصح نعرف بولا، بصح انت ما تهدرش على البولا، خلي اهل كرة القدم يتكلموا على كرة القدم، اللي يعرفوا خبايط كرة القدم. انت انسان روح تبع بروسيات، وتبع المامين خرج، وتبع الاخر الحيط مشي محرش، وتبع انت ما تدخلش روحك. كل واحد وعنده طريق، ما دامكم انتوما دخلتوا في السبور وصحاب السبور خرجوا من السبور وراحوا ولاو يتبعوا في الحيطان مشي محرشين، ولاو يتبعوا في اللونتيزاد، ولاو منا وما يعرفوش. هاك شو كي تخلطت. هذاك زين عامر، ولا ماك سمو زين عامر، هذا كان في الصباحيات كان يهدر على سيداتي كي تكسي صفارك، سيداتي مع الصباح اللي قديري ريجيم ما تاكليش البغرير والسفنج، سيداتي منا ديجا شعرك يعطيك الخبر كأنك ناسي عجرم قاعد مع الجماعة، قاعد تهضر مع مسيو بغدادي. هذاك مسيو بغدادي، انا نقول لك مسيو بغدادي الرجل الذي اللي كان ينوض في وجه اي واحد، اي شخص اللي ما يعرفوش باغي تحرقوه في وجهه. تا مقران تا وين تعرفو تا ويشت انت. قلت انا في وقت دياب كنت نخدم سياسة، كنت سياسي، كنت خاطيني سبور في وقت دياب الله يرحمه. تا كيفاش الدياب يدير هكا عشان يطيحو، يدير هكا عشان ينوضو، تكذبش. اراه هو مسيو بغدادي حشم باش يقزعك، صح؟ ما خلاش ذاك واحد يتكلم، قالو انت بلع، تا غريان بلع فمك، تا كذاب. قالو انتوما تكذبوا، هو انتوما جيتوا كاع جماعه كامله جيتوا كونتر عليه. علاش هدر؟ قال الحاج محمد شتكم مي درتو مي. قال الحاج محمد كل واحد دور راسو، قالو سمعوا اسم تاع شارون، عيب عليكم. لا، الحاج محمد راهو ود بلادكم. والغلطه الكبيره كيما قال لهم تاع الجزيرة سبور، قال لهم الغلطة كبيرة غادي كي هادو الغلطة كبيرة للحاج محمد راوراو رئيس الاتحادية الجزائرية وخر. قال لهم سبور الجزائر غادي يروح يولي للستينات، ونقعدو 60 عام باش نشوفو الضو. ناس اللي مشي شنا تقرير مصاروا داروه، عايرو كيما نقولو حنا، عايرو محرز وعايرو منا وعايرو، راهي في الشروق تاع البارح، لا دات تاع البارح تاع الشروق تاع اليوم 27 البارح، الـ26 لا دات تاع الـ26 تاع الشروق. روحوا شوفوا لارتيكل اللي داروه، والشروق غايضين غايضتها كيفاه مصاروا عايرونا وجابوا حطوه. علاه عايروكم؟ عايروكم بالهضره تاعكم، قالكم انتوما راكم شاهدين فيها،
عايلكم قال لك قنوات للنهيق، قنوات النهيق الجزائرية. شو وين وصلتوا روحكم؟ تولوا يتكلموا بالجزائرية. قال لك هما يشكوا في اللاعبين ذو الجنسية اللي عندهم زوج جنسيات، لي دوب ناسيوناليتي، اللي عندهم دوب ناسيوناليتي. قال لكم انتوما هدرتوا ماشي حنا، هاك شو وين وصلتونا؟ الصحافة المخنثين، انتوما صحافة مخنثين تاع حمير، تاع في البلاطوات يديروا لكم البودوري، يقلعوا لكم حب الشباب باش تدخلوا تبانوا. هذيك مقدم الحصة تاع النهار الشيطان، مالك مالك الجحش، مالك جايبين ينقزوا فيك في وذنك، الحمار ينقزوه في كراعه وانت ينقزوه فيك في وذنك، شا تهدر يلقنوا فيك شا تهدر، ليك تهدر باش تخلص، ليك تكذب باش تخلص، مالك هم ينقزوكم. انا كنا نقولوا غير بو حنيكه، خذ بو حنيكه خير منكم، بالك خير منك بو هذا فات بو حنيكه، بو حنيكه ما كاش كي مشي كيماك طايح كاع كيماك، مالك راجل تنقصوا من القيمه تاعو، تعيطوا له راو راو عاجبينك لي فيديو اللي يديروا نتاع هاو هاو عاجبينك، وجايب لنا طفله تبكي وجايب لنا من مالك، مالك تايا مالك، وين كنت ترقص؟ وين ورقصت؟ وين ورقصت؟ وين يا المخنث؟ وين شاب عبدو؟ راجل عليكم شاب عبدو، تحصلوا فيه تقولوا مخنث، والله لا راجل عليكم شاب عبدو، راجل عليكم ثم مكان والو، كي انت كي ذاك هذاك عامر كي ذاك مقران كي ذاك واحد كاع مكان وكاع زيروات، ما قلت تكلموا رجاله قاعدين. واحد جا مسيو بغدادي هذاك نائب رئيس الاتحاديه اللي في شعال، قال الحاج محمد راه راهو احسن رئيس في الاتحاديه تاع الجزائر، كاع نرتولو مالك مقران. انت انا نعقل لك في 2001 لمسيه ويتا طاحت، العام اللي طاحت فيه لمسيه انت عايرت الحاج محمد راو راو، خاطش على طيحت لمسيه، طيح ماشي هو طيح لمسيه، الناس كان اللي غالطين ماشي هو طيح لمسيه، لمسيه المسائل اللي كانوا فيها طيحوها، ومن بعد يحصلوها في الحاج محمد راو راو. عصار في ذاك الوقت كان يكذب القبة، نقاط قضية تحسب الإداريين تاع لامسية في ذاك الوقت ما قراوش الحسابات اللي شاد، حسبوا باللي غادي يديروا ماشين مع القبة وقيلة ولا يخسروا مع القبة ما يطيحوش. عصار داك شاف كلش، قال لهم لا حنا هاش عندنا هاش عندنا هاش عندنا، حنايا ما نطيحوش، هاشكون اللي يطيح؟ ومن بعد الإداريين هذوك والحاشيه تاعهم بغاو يحصلوا من الحاج محمد راورا، كيما الصحافي مقران كتب باللي الحاج محمد راورا. ومن بعد 2009 انت اللي وليت تشكون في الحاج محمد راورا، الرجل اللي طلع لنا الجزائر، الرجل اللي طلع الاعلام، الرجل اللي وقف، الرجل اللي منا، الرجل اللي منا، الرجل وضرب غير بالك شي راجل. نقول لك سادالكم الحاج محمد راورا، علاه راكم جايبينه من الحاج محمد راورا؟ الحاج محمد راورا بالله عليكم سيدي موسى، الحاج محمد راو راو بالله عليكم الباب تاع الطياره، الحاج محمد راو راو بالله عليكم اللوتير تاع خمس نجوم في سيدي موسى، لو كانت باتوا غير ليله تصبحوا كاع دايرين، الحاج محمد راو راو بالله عليكم المعرفه تاع مع اللعابه، ما خلاكمش تتعرفوا على اللعابه، الحاج محمد راو راو قلع عليكم تاع مي كنتو تروحوا ديبلاسو مع ليكيب ناسيونال، يجوا جايين يجوا بالفاليزات، حاج محمد راو راو نظف الاتحادية قبل لا يجي الحاج محمد راو راو، كان شاف ماتريال يحكم في ليكيب ناسيونال، كانوا يبيعوا القش، ها راه مزور غدوة إن شاء الله في الأخرى كسموها تاع تي في بهجة، ماشي بهجة الأخرى كسموها لهنا تاع وارنا هذيك باهية باهية تي باهية تي في، غدوة إن شاء الله غادي يهدر على التسعة، اتفرجوها وشوفوا شا غادي يهدر، شا ماتريال باع له صباط، شا ماتريال باع له الكسوة، الماتريال تاع ليكيب ناسيونال كان ينتباع برا، كنتو تعطوه الأصدقاء بيناتكم،
كانوا الصحافة وقت تروحوا تاكلوا مع ليكيب ناسيونال، تجيو تكلمونا لهنا.